حياكم الله، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعتذر عن هذا التأخير بسبب عائق فني. نستكمل حلقتنا من استديو 9، ويطيب لنا حقيقة أن نستضيف الآن في الجزء الثاني من حلقتنا داعية متميز، وهو خطيب وإعلامي له أسلوب جميل وقبول عند كثيرين. أسلوبه سهل قريب من القلب، بنبرة خاشعة وإطلالة بهية. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ الداعية من الكويت الحبيبة نبيل العوضي. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين الكرام لهذه القناة. حياكم الله، يعني سعداء جدا بوجودكم معنا فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يتقبل صيامكم والطاعات. رمضان يمضي مسرعا ومضى الثلث، والثلث كثير. كثيرون يتساءلون دائما فضيلة الشيخ نبيل، لماذا يمضي رمضان، تمضي أيامه الجميلة ولياليه بهذه السرعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ما بعد. عموم الناس، طبيعة الناس البشر، الأيام التي يشعرون فيها بالجمال واللذة والسعادة تمضي عليهم سريعا، والأيام التي فيها التعب والنصب والضيق والهم تمضي عليهم بطيئا، هذه طبيعة البشر. ولهذا أهل الإيمان لو تسألهم عن رمضان يقولون لك والله بسرعة يدخل ويخرج، لأنه يتلذذ بهذه الأيام، لأنه يستشعر الروحانية والإيمانيات والصلاة والقرآن وإطعام المساكين والذكر والدعاء، فهو يتمنى ألا تنتهي أصلا، ولهذا يشعر بسرعة خروجها. لكن لو افترضنا إنسان بالنسبة له الصيام ثقيل والصلاة لا يحبها والقرآن يعني ما يطيق قراءته، هذا الإنسان بالنسبة له رمضان كأنه سنة ليس كأنه شهر. فنحن نخاطب الآن كل من يشعر بسرعة ذهاب شهر رمضان، فهو لأنه يتلذذ بهذا الشهر وهو يستشعره. ولهذا الحياة كلها لو احنا حسبناها، لو جاء الناس يوم القيامة عند الله وسألهم كم عشتم في الأرض، اللي عاش 100 سنة، اللي عاش 200 سنة، وفي أمم سابقة كانت تعيش 1000 وأكثر، لو سألهم الله يوم القيامة كم عشتوا في الأرض، لقال كلهم يوما، يوم واحد بس عشنا، ما يتذكرون، أو بعض يوم، حتى اليوم ما كملنا، هذه طبيعة الناس. لكن لأن هذه الأيام لازلنا نحن في هذه الحياة الدنيا، طبيعي أن نستشعر بذهابها. لهذا الله قال في القرآن لما كتب علينا رمضان وصيامه، قال ترى أنتم مو الأمة الأولى التي تصومون رمضان، ترى كل الأمم اللي قبلكم كانوا يصومون رمضان، مو شرط رمضان، يصومون. ولهذا عبادة الصوم لازالت بعض الأديان السماوية اليوم محافظة عليها، تختلف الصور، تختلف بعض الأحكام، تختلف التوقيتات، لكن الصيام في أصله مشروع عند كل الأمم. ثم صحيح. قال الله بعدها، يعني حتى الديانات التي حرفت فضيلة الشيخ ما زالت تحافظ من ضمن طقوسها على الصوم. بالضبط، لو تسأل اليوم النصارى واليهود يقول لك إيه موجود عندنا الصوم، يختلف في بعض صوره عنا طبعا، لكن كأصل الصوم هو موجود في كل الأمم السابقة، كل الأنبياء جاءوا بالصوم، كل الكتب السماوية جاءت بالصوم، كما كتب على الذين من قبلكم. إحنا مو إحنا أول ناس نمتنع عن الطعام والشراب، ولهذا هي عبادة أصيلة مثل الصلاة، مثل ما نقول الصلاة في كل الأمم، الديانات السابقة، الكتب السماوية والأنبياء جاءوا بالصلاة، أيضا جاءوا بالصيام. وهذا الصوم ليس فيه فقط عبادة روحانية، بل فيها فائدة للجسد وفائدة للنفس وفائدة للعقل وفائدة للروح، فوائد كثيرة، ليست فقط فائدة إيمانية وروحانية. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ماذا عمن يستثقل أيام رمضان وساعات الصوم، يحكي لك يا شيخ أنا تعبان يعني، والنهار ما عارف كيف عم يخلص؟ مثل الصلاة شيخ، مثل الصلاة. لأن الصلاة في كثير من الناس لو يصلي ساعتين ما يشعر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ساعات طويلة، وفي ليلة من الليالي صلى بالسبع الطوال كلها، يعني تقريبا ثلث القرآن صلى فيه، صلى وهو لا يشعر لأنه يتلذذ بالصلاة. لكن اللي ما يستشعر الصلاة ولا لذتها ولا فائدتها ولا الروحانية اللي في الصلاة، لو 5 دقائق تصلي فيه يمل، يتعب. ولهذا قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، الصلاة ثقيلة، إلا على الخاشعين. المتلذذ في الصلاة لا يشعر بأنها كبيرة ولا أنها ثقيلة.
نفس الشيء في الصوم، نقول المستشعر للذة الصوم. يعني أنا أقول حق بعض الإخوة والأحبة اللي يسمعوني الآن ويشاهدوني، أقول لهم أنت الآن اللي قاعد تنام من الصباح إلى المغرب ثم تقوم على الأكل، لا صليت الضحى، لا صليت الظهر، لا صليت العصر، لا قرأت قرآن، لا دعوت الله، لا ذكرت الله، ما شعرت أصلاً شيء اسمه جوع، ما حسيت بالجوع ولا العطش، ثم يسهر طول الليل على الأفلام والمسلسلات وعلى السوالف وعلى. طيب أنت بالله عليك، بالله عليك أخبرني، هل هذا الهدف اللي الله شرعه في الصوم؟ الله شرع الصوم علشان ننام وتقوم ناكل؟ الله يبينا نجوع، الله يبينا إيه، يريدك أن تجوع. اترك الفائدة الطبية والصحية للجوع، أنا أتكلم عن الفائدة الروحانية، الله يريدك أن تجوع له، أن تستشعر الجوع والعطش. من فوائد، من فوائد الصوم أنك تشعر أن في مئات الملايين في الأرض مو برمضان طول عمرهم طول حياتهم يشعرون بالجوع والعطش، مئات الملايين قد يصلون للمليار في الأرض عندهم نقص في التغذية، نقص في المياه، نقص في الأدوية، نقص في كل شيء، على الأقل مئات الملايين هؤلاء في هذه الأيام البسيطة وكم ساعة بعد، مو كل اليوم والليلة، نام لك بعض النهار وقوم العصر الظهر اشعر بالجوع وتلذذ، وقلها في نفسك، قلها يا رب، يا رب أنا أجوع من أجلك، قلها في داخلك، يا رب أنا أعطش من أجلك، يا رب أنا أقوم الليل من أجلك. هل نعلم أن أناس اليوم ختموا القرآن أكثر من مرة قراءة، وفي صلاة الليل أكثر من ختمة؟ يعني أنا أعرف أناسا في رمضان في كل 3 ليال يختمون القرآن في الصلاة، صلاة التراويح والقيام، ما شاء كل الله. 3 أيام ختمة، يعني كل ليلة 10 أجزاء يصلونها. أنت هل صليت بجزء؟ طيب نصف جزء؟ طيب ربع جزء؟ هل صليت بها؟ طيب هل حافظت على الأقل؟ لأنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس من باب الإحباط لكن من باب التشجيع، تنافس. قد ما تصل إلى هؤلاء، هؤلاء سباقين، هؤلاء ناس ما شاء الله، الله معطيهم قدرة وطاقة، مميزين هؤلاء، لكن على الأقل لا تفوتنك الصلاة في الليل، طول فيها شوي. اليوم إحنا يمكن ما نصلي في المساجد، ما أعرف، أظن عندكم نفس الوضع في تركيا، صح ولا لا؟ صحيح صحيح، وسأتي إليها هذه مهمة، لكن فضيلة الشيخ للمقصرين أمثالي الذين يعني مضى الآن الثلث الأول من رمضان ويقول لك يعني باقي في وقت، يلا كمان شوي من شد الهمة، ماذا تقول لهؤلاء؟ عزيزي إحنا اليوم في الليلة 12 من رمضان، وكأننا بدأنا بالأمس، يعني 10 الأولى تذهب كأنها يوم، والعشرة الثانية الوسطى الآن هي أفضل من الأولى، كل ما تأخر رمضان كل ما صار أفضل، 10 الثانية كأنها أيضا ستمضي كأنها يوم وليلة، أما 10 الأواخر فستمضي كلمح البصر. تذهب، صدقني صدقني، في نهاية الشهر الكل سيفرح، الكل سيفرح بالفطر، كل يعني يستمتع بفطور يوم العيد، والناس حتى لو كنا في حجر، وقد يخفف عنكم قليلا في تركيا كما سمعنا في الأخبار، الله يوفقكم يحفظكم ويبعد عنكم الأمراض ويبعد عنا وعن المسلمين، لكن الفرح هذا ما راح يكتمل. يكتمل إذا كان الإنسان صام وصلى وقرأ ختمات من القرآن ودعا الله وبكى لله ودمعت عينه، لأن الفرحة الحقيقية تعرفون متى؟ إذا لقي ربه فرح بصومه. في الدنيا نفرح بالفطر، لكن متى نفرح بالصوم؟ نفرح بالصوم إذا لقينا الله. للصائم فرحتان، إذا أفطر يوم العيد شوف الفرح ما شاء الله على المسلمين، لكن ترى في فرحة أكبر وأعظم وأجمل وأصدق ستكون يوم القيامة، لأن هناك باب خاص للصائمين. تقول كلنا صمنا، صحيح، لكن ليس الصائم كغيره، مثل ليس المصلي كالمصلي وليس كالصائم، الصائم كالصائم، صائم قام صلى الضحى ورجع ريح ونام، قام صلى الظهر في وقتها صلى السنن، قرأ القرآن الظهر ريح شوي، قام صلى العصر في وقتها أخذ يقرأ القرآن ويرفع يديه يدعو قبل الإفطار. هذا الصائم تريد أن تقتنع، تقنع نفسك، مثل الصائم اللي تسحر صلى الفجر ونام وما استيقظ إلا قبيل الغروب حتى لا يشعر بالجوع ولا بالعطش، تريد أن تساوي هذا بهذا؟ طبعا مستحيل، رب العالمين عند ميزان يوم القيامة. حتى العبادات تفرق، هذا صلاة غير عن هذا، هذا صيامة غير عن هذا، هذا حجة غير عن هذا، هذا ذكره
ليس كهذا، الأيام ستمضي، والله ستمضي سريعا. قبل أيام ودعنا داعية شيخ عمر، داعية تركي اللي اختاره الله عز وجل من بين يعني ضحايا هذا الوباء، لعله مات شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. والكل بدأ يتناقل فيديوهات. أنا صراحة يعني ما كانت لي علاقة شخصية بهذا الرجل، لكن بعد وفاته أحببته، أحببته لما رأيت صدقه بالفيديوهات وهو يتكلم وهو ينصح الناس، وهو كأن من قلبه يتكلم، ما يتكلم بلسانه. هو غادر هذه الحياة في أكرم وأفضل شهور العام، لعل الله أراده واختاره واصطفاه. لكن لو رجع هذا الشيخ وتمنى رجوعه للدنيا وأرجعه الله، سيرجع لأي شيء تتوقعون؟ لأجل الصيام، سبحان الله، لأجل القيام، لأجل قراءة القرآن، لأجل نصح الناس. وتفاعل شيخنا يعني سبحان الله مع الشيخ عمر دونغا أوغلو كان كبيرا وواسعا، وربما هنا دلالة على صفاء نية الرجل وحسن خاتمته، والله أعلم. نسأل الله على كل حال أن يرزقنا وإياكم فرحة عند لقائه. فضيلة الشيخ نبيل، تداخلت الآن الأمور في رمضاننا هذا فضيلة الشيخ في ظل كورونا، هناك من هو خائف على نفسه حقيقة، على أولاده، على أهله من كورونا، هناك من هو قد أثقلته هموم العمل والخشية على الرزق في ظل توقف وتعطل كثير من الأعمال، هناك من أخنقه حزنه بسبب الحجر والبعد وعن العائلة والأحبة، ماذا تقول لهؤلاء فضيلة الشيخ نبيل؟ لا تتصور ولا يكون في ذهنك أبدا أبدا أن الله يكتب علينا شيئا وهو شر، أو على الأقل كله شر، مستحيل. قد يكون في جزء منه شر على جزء من الناس، لكن في عاقبته خير، خصوصا على أهل الإيمان. ليش؟ لأن أهل الإيمان نزلت عليهم الضراء والبأساء تضرعوا وصبروا، وإن نزلت عليهم النعمة شكروا الله عز وجل. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لا تحسبوه شرا لكم. يمكن قل الرزق، نعم، لكن رزقك سيستوفيه الله. يعني خليك هادي ومرتاح، علي تراكمة الديون وتوني فاتح مشروع تجاري، وخسرت الآن هذه الإيجارات والأعمال والبضاعة اللي جبتها. ارتاح ارتاح، نم هادئ البال، رزقك مكتوب وسيستوفيه الله لك كله. قد يتأخر لكن سيعطيك الله عز وجل رزقك الذي كتبه لك. هذا واحد. اثنين، ما نقدر نطلع ولا نقدر نروح الأسواق ولا نقدر نجتمع، ولا أرادك الله أن تختلي بنفسك أياما، أن تراجع حساباتك، أن نشوف أسرتنا الصغيرة هذه اللي طالما انشغلنا عنها، نريد أن نجلس معها ونرتب أوراقنا مرة أخرى. أراد الله منك ومني ومن جميع البشر أن يتعظوا بهذا الوباء وهذا البلاء، أن الواحد في المستقبل يخطط مرة ثانية، يعيد ترتيب أولوياته، يضع له أهداف، أهداف في العمل، أهداف في العبادة، أهداف في معاملته مع الناس، أهداف في صرفه وإنفاقه للأموال، أهداف في ضياع وقته. هذا كله لولا هذا الوباء أكثر الناس ما انتبه. ولهذا الله قال لما ينزل البأس على البشر، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا، شنو يريد الرب عز وجل منا؟ تضرعوا. على الأقل اللي ما كان يصلي، أقل شيء أقل شيء يبدأ يصلي. اللي عمره ما صام في رمضان إن شاء الله هالسنة صام. اللي ما كان يقرأ قرآن يبدأ يقرأ. اللي ما رفع يديه إلى الله الآن يقول يا الله يا الله. هذا أقل شيء نستفيده من هذه الأزمة. قد تخسر شيء من الدنيا، لكن بإذن الله ما تدري، لعلك كسبت خيرا كثيرا عند الله. تعرف اللي يحبس نفسه من الوباء في بيته ويخلص النية لله ويحتسبها عند الله ويصبر ويحتسب ويقضي وقته في العبادة والطاعة، هذا أجره كأجر الشهيد في سبيل الله. أنت على خير عظيم وأنت ما تدري. خسرنا دنيا سيعوضنا الله، لا تهتم، بل بالعكس قد يعوضك الله أكثر من ما فاتك بكثير. ولهذا إذا نزلت المصيبة قال العبد إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. خسرت بضاعتك، خسرت تجارتك، ضيعت وظيفتك، صار اللي صار، لكن استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قولها من قلبك، لا تقولها بلسانك، انتبه، قلها من كل قلبك وهدوء وراحة نفس. هل عندك يقين أن الله سيعوضك خيرا مما فاتك؟ صدقني، تحسبه شر وعسى أن تكره شيئا،
وهو خير لكم ما حصل. وأنا عند كلمتي هذه انتظر انتظر بضعة أيام أو شهور أو أسابيع، صدقني سترى الخير فيما حصل، ليس على المستوى الشخصي فقط، على مستوى المجتمعات، على مستوى المسلمين في الأرض والبشر الإنسانيين جميعا، الناس المنصفين، الناس الطيبين في الأرض سيعوضهم الله خيرا. قل لي أن هناك ملايين سيزدادون جوعا، لا تبالي، الله عز وجل لهم. والله اختبرنا أنا معك في أزمة كورونا، كثير من الناس احتفظ بالأطعمة وخزنها في بيته، الحين قاعد يشوف الأطعمة صحيح. الله يستر لا تخترب عنده وتفسد. طيب اشتريت وجارك ما استطاع أن يشتري، الفقير اللي في الحي اللي عندك، رمضان يعلمنا وكورونا تعلمنا في شيء اسمه إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اليوم قرأت خبر من أظن في غازي عنتاب عندكم، الوالي هناك كعادتهم السنوية يذهبون ديون البقالات، نعم يأتون إلى دفاتر الديون فيسددون الديون عن أصحابها. طبعا هذه أنا أول مرة أقرأ الفكرة هذه، جميلة، حتى قلت للأخوة في أحد جروبات الدعاة قلت لهم والله فكرة حلوة، لأن غالب هؤلاء الناس من البسطاء اللي عليه دين في البقالة، يعني ما اشترى شيء كماليات، أغلبهم اشتروا الحاجيات الأساسية للبيت. هؤلاء ناس يعني على قدر حالهم، يعني في الغالب أنه ما يستطيع أن يسدد دينه. هؤلاء أولى الناس بأننا نتفقدهم، تفقد الصغار، الكبار، المحتاجين، المرضى، كبار السن، المعاقين، اللي ما استطاع أن يخرج من بيته في هذه الأيام، هذه فرصتك. كان زين العابدين طيب علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم، وهذا يعني سلسلة ذهبية، ويسمى زين العابدين من عبادته، ما حد يدري عنه، كل ليلة في المدينة يشيل طحين على ظهره، كيس طحين، ويروح يوزع عند كل بيت من بيوت الفقراء اللي يعرفهم، ويطرق الباب ويمشي. على هذه الحال فترة طويلة من الزمن ما في أحد من الفقراء يعرف من اللي وصل لهم الطحين. تعرفون متى دروا أنه علي بن حسين؟ عرفوا لما مات الرجل فانقطع الطحين عنهم، فعرفوا من كان يوصل لهم الطعام. شوف الإخلاص، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. لا تضايق، بل بالعكس، كورونا طلع كل ما في قلوبنا، يعني إذا كان في قلبك أسوأ شيء طلع، وإذا كان أحسن شيء طلع، بالعكس صفي قلبك، قول يا رب أنا صابر وراضي بقدرك. أخذتنا إلى جانب جدا مهم فضيلة الشيخ هنا، يعني هذا الجانب جدا مهم، لأنه المسألة كما أفهم منك لا تتعلق إذن بعبادات فردية، بصلاة، بصيام، بقراءة قرآن، موضوع هنا مجتمع التقوى والتكافل. إلى أي درجة أيضا الإنسان مأجور في هذا الشهر العظيم عندما يقوم على حوائج الناس، على خدمة الناس، على إدارة شؤون الناس وتسهيل حاجاتهم وتأمين احتياجاتهم؟ سؤال جميل. إحنا دين كامل، دين شامل، في علاقة بينك وبين رب العالمين لازم نصلحها ونعدلها ونكمل في طريقنا مع الله، وفي علاقة بينك وبين البشر من حولك. هؤلاء الناس الله عز وجل ربط عبادته وعلاقته فيه بعلاقتك بالناس اللي حولك. ولهذا المرأة اللي كانت صوامة قوامة عندها مشكلة واحدة بس، شنو مشكلتها؟ تؤذي جيرانها بلسانها، عندها المشكلة الصغيرة، لكن ما شاء الله ليل ما تخليه كل قيام، والنهار ما تتركه كل صيام، لكن عندها عيب، عيب واحد، شنو مشكلتها؟ جيرانها ما يسلموا من لسانها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها. طيب وعبادتها مع الله؟ لا خير فيها، هي من أهل النار. يعني ما يقلل من شأن الصلاة والصيام، لكن ما يصير شيء على حساب شيء. ولهذا حتى يعني المثال يتضح أكثر، ضربه النبي لنا بصورة ثانية، قال عليه الصلاة والسلام، شوف الآن لو واحد قيل له وين ودك تقضي العشر الأواخر في رمضان إن كان من أعبد العباد، يمكن يقول لك أنا الله ودي أعتكف في المسجد الحرام عشرة أيام ما أطلع منه، أطوف حول البيت وأصلي وأقرأ القرآن، ما ودي أطلع. واحد ثاني يقول لك أنا في مسجد النبي، الله ما أجمل المسجد، أجلس فيه وشوف الصلاة بكم، وأسلم على النبي، وأجلس في المسجد الروضة وأصلي فيه، أعتكف عشرة أيام. وفي ناس كل سنة ترى هذه كانت طريقتهم في المسجد هذا أو هذا، ما في أفضل من هذه العبادة، خاصة في العشر الأواخر. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أمشي في حاجة أخي، شوف، حتى أقضيها أساعد إنسان،
وخلص له حاجة، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الله أكبر. الله أكبر، مو 10 أيام، شهر كامل في مسجد النبي. يعني شوف المكان وشوف الزمان وشوف الفعل وشوف شرف العبادة. أفضل من هذا كله أروح أخلص لي حاجة لإنسان مسكين محتاج. سبحان الله، مع أننا في شوق عظيم فضيلة الشيخ. طعام. نعم. مع أننا في شوق عظيم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أي مدى أنت مشتاق شيخ نبيل؟ والله هذه من الأشياء التي يعني تحرك المشاعر، أظن كل المسلمين الآن اللي يشاهدوننا يعني وهم يشاهدون الحرم على الهواء سواء المكي أو المدني، أظن كل القلوب متعلقة بهذين المكانين. كثيرين ترى الآن والله وده بس تفتح مرة ثانية المطارات ويسمح بالسفر، ترى كثيرين عند أمنيته الآن يروح يطوف بالبيت ويقبل الحجر أو يذهب لمسجد النبي. ترى هذه أمنية المسلمين. يمكن 3 مساجد، 3 مساجد دخلت في قلوب المسلمين اليوم. كل منا في الأرض من أهل الإيمان لو سألته هذا السؤال يقول لك إيه والله ودي أسافر ل3 أماكن، ودي أروح مسجد الحرام أصلي وأطوف بالبيت وأعتمر، ودي أروح مسجد النبي وأصلي فيه، ودي أروح المسجد الأقصى وأصلي فيه. هذه 3 مساجد كل قلوب أهل الإيمان معلقة بها. سبحان الله. طبعاً إذا قلبك ما يشعر بالشوق لهذه الأماكن 3، نصيحة وقف وراجع نفسك واسأل ليش كل أهل الإيمان قلوبهم معلقة بهذه الأماكن 3، أنا لا. معناته في ضعف الإيمان يمكن يكون، معناته يمكن في عدم يعني اهتمام بهذه، ما قرأت يمكن عن فضائلها، ما قرأت عن تاريخها، ما قرأت عن الأولين إيش كانوا يسوون في هذه الأماكن وكيف كانوا يقضون ليلهم ونهارهم. سفيان الثوري يقول أحد الصالحين صليت معه المغرب، يقول فأردت أن أسأله أحد العلماء تابعين يعني شاف صحابة، هذا الرجل يقول صلى المغرب وكنت في صحن الكعبة، فأردت أن أسأله سؤالا فصلى السنة، يقول فلما سجد أطال السجود، فقلت أطوف وأرجع له، يقول فطفت ورجعت ولازلت أطوف بالبيت وأرجع له، يقول فلم يرفع رأسه إلا عند أذان العشاء. سبحان الله. ترى أحيانا الواحد ينسى نفسه، لا تقول مبالغة، ترى الإنسان أحيانا مع محبوبه ينسى نفسه. الله. والله لو 10 ساعات كأنها 10 دقائق. ومن أعظم محبوبا من الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. وبإذن الله إن هذا الأزمة ستزول وستفتح الأمور مرة أخرى يا رب. وتذهب الوفود حجاجا وعمارا وزائرين لبيت الله الحرام وزائرين لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفتح الأمور أيضا لبيت المقدس وزيارة المسجد الأقصى. ما ندري يا رب. يمكن تمر الأيام والشهور والسنين ونرى هذا بأم عيوننا، ونحن نذهب بإذن الله عز وجل ونخاطب الناس من هناك ونقول تذكرون يوم كنا نشتاق لهذه الأماكن وقلوبنا معلقة بها ونبكي دمعا ونحن نتذكر الصلاة فيها. الحمد لله حقق الله هذا، ولعل الله عز وجل يسر لنا بإذنه هذه الأمور قريبا. يا رب نسأل الله أن يهيئ الأمور ويجعل هذه الظروف إذانا بتمكين الإسلام والمسلمين وتحرير الأرض. شيخ نبيل، في ظل ما نعيش وبقي لدينا دقائق، سبحان الله وبحضورك يعني لا كلام لي حقيقة، ولكن أحاول أن أعقب يعني في ظل ما نعيش، هل من قصة محددة يسلي بها نفسه الشيخ نبيل العواضي؟ هل من حادثة خاصة يستذكرها وهو يجلس في الحجر المنزلي في ظل كورونا؟ هل من آية محددة يعيشها أكثر هذه الأيام؟ لما بدأت في البث أول أيام الحجر المنزلي، طبعا أنت بين هم وبين يعني أخبار تأتي وما تعرف إيش الذي سيأتي يعني مستقبلا، والناس كلها مهمومة وخايفة وقلقانة، وكل الأخبار إشاعات، وبدأ الناس يهولون من الأمر وسيحصل في الأرض ما يحصل، وأنت جالس تذكر الناس في بعض الأمور. أنا دائما هذه القصة تراودني،
قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن ترى كان لوحده، أولا حرم من والديه وأخوانه فعلوا فيه ما فعلوا، ثم جلس يخدم في قصر العزيز، ثم اتهم بأخلاقه وعرضه، ثم دخل السجن بعد هذا كله، يعني سجن ومع المجرمين، مع أي ناس، يعني مع أسوأ الناس في المجتمع جالسين معه. ماذا فعل يوسف عليه السلام في هذا المكان؟ أول شيء فكر فيه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قيل أنه مكث في السجن 7 سنين، وقيل أكثر، والعلم عند الله. كل هذه الفترة كان الناس يرونه من المحسنين، مع أنهم مجرمون، يعني ما تعطش قلوبهم ولا ترق، ومع هذا آمن فيه، آمن بالله داخل السجن من آمن، ودخلوا في دين الله من دخل، لأخلاقه، لتعامله، لحسن دعوته إلى الله سبحانه. إذا كنا في بيت الحمد لله في كل الوسائل ومع أهلنا وعيالنا، وهذه الوسائل التكنولوجية تخلينا كنا عايشين مع العالم كله، لكن حرمنا من بعض النعم. وأنا أمس ذكرت في لقائي، أيضا كان عندي أمس لقاء مع الأخوة، قلت يا أخوان من نعم كورونا إن حسستنا بنعم ما كنا نعدها نعما. يعني شوف اليوم غاية أمنية كثير من الناس إن يركب سيارته بالليل يتمشى، أو يمشي على البحر في الليل، هذه أمنيته. أمنية كثير من الناس اليوم إنه يروح سوق، إنه يجلس في مطعم أو مقهى، هذه هل كنا نعتبرها نعما يوم من الأيام؟ هذه كانت طبيعة الحياة، ما كنا نستشعر أن هذه من النعم اللي أنعم الله عز وجل علينا. اليوم صارت أمنية عند كثير من الناس أن يلتقي بصاحبه. حتى الذهاب إلى المسجد شيخ نبيل، يعني هناك من يتحسر على هذا. ويسألونك أيضا شيخ نبيل، يسألونك هنا أنه المسجد له أجواء روحانية معينة يستشعر فيها الإنسان أكثر، يخشع أكثر، كيف يمكن أن يصنع هذه الأجواء في بيته، أن يعيش رمضان في بيته بالأجواء المسجدية؟ هل هذا ممكن في هذه الأيام؟ نحاول أن نعوض، لكن في النهاية الجو المسجد وروحانية المسجد لا يعوض أبدا. إحنا أغلبنا أو كلنا الحمد لله كمسلمين سوينا مصلى في البيت، كل البيوت الإسلامية الحمد لله سوت لها مصلى، وصلاة الجماعة قاعدين يصلون الفرض والتراويح، وحطوا لهم حتى في بعض البيوت أنا شفتها ما شاء الله حطوا بعض يعني سجاد المسجد، مصاحف المسجد، علقوا أشياء، سووا المكان كأنه مسجد صغير، مسجد حقيقي لكنه صغير في البيت. هذا طبعا يعوض شيئا يسيرا عما فقدناه في بيوت الله سبحانه، لكن لا شيء يعوض بيوت الله، لا شيء أبدا، ما في شيء. يعني موسى عليه السلام لما منع الناس من العبادة وعذبوا وقتلوا في مصر، ماذا قال لقومه؟ اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني الحل الآن كل واحد يخلي بيته مسجد، لكن مهما فعلنا، وهذا لابد أن نفعله طبعا في البيوت، هذا أقل ما نفعله اليوم في حرماننا من منعنا من المساجد للمصلحة العامة طبعا، لكن لا شيء يعوض عن بيوت الله. الآن بدأنا نستشعر الفرق، احنا نحاول بالجماعة نحاول، لكن يا أخوان المسجد وصلاة التراويح والعالم اللي تجلس والإمام اللي يذكر الناس والدعاء الناس اللي تؤمن عليه والجلوس بعد الصلاة وقبل الصلاة وقراءة القرآن، والناس لما تروح البيت انت جالس تصلي السنة، ترى هذا لا يعوض بشيء. ولهذا قال الله في القرآن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولهذا أنا رأيي في البداية صح. طيب هنا شيخ نبيل لو قاطعتك لأن الوقت يعني يدركنا، هل تؤيد من يقوم مثلا بالصلاة هنا عبر التلفاز جماعة؟ مع احترامي لمن يفتي بهذا، لكن أنا لا غير مقتنع بأنه يقتدي من وراء الجهاز بإمام في أي مكان كان. الأفضل والأولى وخروجا من الخلاف وحتى تصح الصلاة الإنسان يصلي ولو بقصار السور. الله يقول في القرآن: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، مو شرط كل القرآن، إذا أستطيع أن أقرأ
أفتح المصحف أفضل من أنني أتابع إنسان بيني وبين مسافات بعيدة من خلال الأجهزة. مع احترامي لمن يفتي بالجواز، أنا غير مقتنع بهذه الفتوى، بل هي فتوى أغلب العلماء والفقهاء اليوم أنها لا تصح. حتى ضمن فقه النوازل شيخ نبيل في ظل الجائحة التي نعيش؟ مع احترامي لمن يفتي بالجواز، أنا في رأيي الأفضل خروجا من الخلاف، على الأقل الإنسان يفتح المصحف يقرأ القرآن ولو بما تيسر له، حتى لو يعيد. ما أقدر أقرأ مثلا، في ناس ليسوا عربا يريدون أن يقرأوا، لو حافظ فقط قصار السور كل يوم يعيدها ما في مشكلة، لو يعيدها في كل الصلوات ليست هناك مشكلة. أفضل من متابعتك يعني بينك وبين شخص مسافات هائلة ويفتي كثير من العلماء والفقهاء بعدم صحة الصلاة، حتى تخرج من الخلاف وتريح نفسك، صلي بما تستطيع. الله يقول في القرآن فاقرأوا ما تيسر من، يعني مو شرط كله. ولهذا لو عدت السور نفسها كل ليلة لا بأس، لو حملت مصحفا لا بأس، هذا هو الأفضل الذي ترتاح له النفس والذي يفتي فيه الأكثر والله أعلم. مع أني ما كنت أحب أن أفتي، ونريد شيخنا هنا أن ترتاح نفس أكثر بوجودك معنا. لكل مهموم مرة أخرى في رمضان في هذه الليالي المباركات، رغم أن البعض يقول يا شيخنا ندعو ونتضرع إلى الله ولا يستجاب لنا، كيف يرضى الله عنا؟ يا مهموم أبشر. أولا لا تقل دعوت فلم يستجب لي فتتوقف، كمل. يكفي أن الله يحب أن يسمع صوتك بالدعاء. قد يكون ما تريده ليس خيرا لك، ولهذا الله يمنعك عنه. مثل الطفل أحيانا يريد شيء وأمه وأبوه يرفضون وهو يزعل ويبكي، هم يعلمون أنه ليس من مصلحته وهو لا يعرف مصلحته. والله أعطانا من العلم القليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تدعو بشيء وهو شر لك وأنت ما تدري، أو الله سيعطيك إياه لكن يريد منك إلحاحا أكثر، أو لعل الوقت غير مناسب الآن فاستمر بالدعاء، أو الله عز وجل يريد أن يؤخره لك ليوم القيامة. الدعاء كل خير، استمر في التضرع، استمر في الدعاء، وكن دوما متفائلا. يعني أنا أستغرب اليوم اللي يقرأ فقط الأخبار المزعجة، جالس على تويتر ومتابع متعمد يتابع الحسابات اللي شوي تقول له خلاص قامت الساعة، شوي تقول له أن البشر نصهم راح يموتون، شوي ويقولون له أنت خلاص ميت، أنت شحق تقرأ، سكر الهاتف وجلس انتظر الموت. ليش هذا كله؟ الحمد لله نحن بخير، بما أننا نذكر الله نحن بخير. والله بما أنك الآن تشاهدني اسمعني، ترى أنت أفضل من مئات الملايين من البشر. أنت الآن يكفي أنك تعرف الطريقة إلى الله، ترى أنت أفضل من ثلاثة أرباع البشر، فقط أقل من ربع الأرض الذين يعرفون الله برسالته الأخيرة والتي ختمت كل الرسالات، أقل من ربع البشر ترى، وأنت منهم. جميل شيخنا، الوقت تقريبا انتهى، وأريد أن أختم الحلقة معك. أنا أودع المشاهدين الكرام وأشكرهم على المتابعة، وأريد أن نودعهم بدعاء تخصنا به وتخص المشاهدين الكرام في ظل ما نعيش، في ظل هذه الظروف. شيخ نبيل العوضي الداعية الإسلامي الكويتي، بارك الله فيكم، ولو تكرمت نختم معك بدعاء جزاك الله خيرا. قبل أن نبدأ بالدعاء بس أبي أعلمكم دعاء، خلي يحفظونا كل الناس تحفظه، هو حديث صحيح، جمع خير الدنيا والآخرة. هذا الدعاء قل كما قال النبي: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذا دعاء النبي، اغفر لي وارحمني هذا خير الدنيا والآخرة، وعافني خاصة هذه الأيام الناس تحتاج العافية، وارزقني أغلب الناس يقلق على رزقه. ولهذا كان النبي يجمعها في الدعاء وأنا أقولها: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم شكر جزيلا. بارك الله فيكم شيخنا، اللهم استجب، آمين. نسأل الله أن يرفع هذه الغمة وأن يجمعنا بكم قريبا على خير دائما، والمسلمين، وأن يعم الأمن والأمان في هذا العالم كله. شكرا لكم شيخ نبيل العوضي، الداعية الإسلامي الكويتي المتميز، نحبكم في الله شيخ نبيل، بارك الله فيكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.